نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا دائما مع سلسلتنا التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة علينا، وقد سميناها عقد الزبرجد من مسند الإمام أحمد، وقلنا بأننا إن شاء الله تعالى سننتقي أحاديث تربوية، أحاديث تحرك إيماننا وتزيدنا ثباثا وتشبتا بالكتاب والسنة على فهم أسلافنا عليهم رحمة الله، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. وكنا قد بدأنا ترجمته في الحصة الماضية، وكما قلت فترجمته في الحقيقة يصعب جدا حصرها، ويصعب جدا اختصارها واعتصارها، لأن هذا الإمام لست أدري يعني عن ماذا سنتحدث، عن غزارة علمه أم عن أخلاقه وأدبه أم عن زهده أم عن فقره أم عن ورعه أم عن عبادته أم عن صيامه أم عن المحنة وثباته فيها أم كثير. كما قلت ابن الجوزي في كتاب واحد ذكر 100 باب في ترجمة الإمام، يعني ترجمة حافلة جدا يصعب على المرء، ولكن احنا نحاول يعني نخطو منها لقطات فقط. كما ذكر أحد الأئمة أن الإمام أحمد إمام في 12 فن، 12 حاجة هو إمام ديالها، وذكر إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في التنسك، وهكذا تذكر 12 كلها إمام أحمد إمام فيها، يعني بلغ الذروة فيها. وإن شاء الله تبارك وتعالى نحاول اليوم نذكر بعض الأمور اللي كتخص مثلا مثلا بعض الأمور اللي أخذتها من كتاب مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، ونعلق على بعض التعليقات ونمر. مثلا يقول عمرو الناقد قال: كنا عند وكيع. وكيع هذا هو ابن الجراح، وكيع ابن الجراح هو الواسطة اللي بين الإمام أحمد وسفيان الثوري. دابا الإمام أحمد ما سيكيش سفيان الثوري، لم يعني ملحقوش ملقاهش، ولكن تروي عليه بواسطة، قلنا تروي عليه عن طريق يعني وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي وآخرون. قال: كنا عند وكيع، هذا وكيع الشيخ للإمام أحمد، وجاء أحمد بن حنبل فقعد وجعل يصف من تواضعه بين يديه. هذا وكيع بن الجراح اللي هو الشيخ للإمام أحمد، كيثني على التلميذ ديالو اللي هو الإمام أحمد قدام الناس، وكيدخل في التواضع ديالو والأدب ديالو. قال عمر: فقلت: يا أبا عبد الله، إن الشيخ يكرمك فما لك لا تتكلم؟ قال: يا إمام، راه الشيخ يكرمك يعني تكلم. أش قال الإمام أحمد؟ قال: وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله. يعني حتى الإمام أحمد كان يرفض أنه يجي حدا المشايخ ديالو،
مثلا بعض المشايخ ديالو بكثرة ما حبوه وشافوا نبوغه في العلم وشافوا حفظه وشافوا الصلاح ديالو ما كانوش كيبغيو يجلس مع الطلبة، كانوا كيجيبوا حداهم، ما كانش كيبغي الإمام تيقول لي لا وتيمشي كيتربع، كان تيقول لهم هكذا ينبغي أن يؤخذ العلم، لدرجة الأقران ديالو صحابه كيكون يتذكر معاهم في الحديث، ولكن يسمع شي حديث مثلا جديد مع شي واحد من الأقران ديالو شي يدير؟ تينوض وتيجلس الجلسة ديال تربية عدد العلم وتيقول لي حدثني، وتياخذ الورقة والقلم ويكتب، رغم أنه كانوا كيتذكروا الأقران، ولكن تيقول لي لا هكذا يؤخذ العلم، بهذه الطريقة كناخذ العلم بالتواضع وبالأدب، واللي يعني مشى ليه الأدب في طلب العلم أو ابتلي بالكبر في بداية طلب العلم فهذه هي الطامة الكبرى، إلا لا تدرك الله بالرحمة ديالو وعاود يعني التواضع وحد راسه الله عز وجل غيفتح عليه. ولهذا تذكروا بعض العلماء اللي كانوا شي شويه في البدايه ديالهم كان فيهم هذا النوع ديال البطر، تيبغوا ياخذوا العلم ولكن حاسين براسو، فكانت تحجبات عليهم علوم كثيره، ولكن من بعد تابوا. بحال مثلا واحد العالم محدث ايضا كان في زمان ابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي والامام احمد بن حنبل، هذا سميته محمد بن مسلم بن وارى، هذا محمد بن مسلم بن وارى عاز براسه في ذاك الزمان، كان حاس براسو مشى عند واحد العالم سميته ابن الشاذكوني، هو يجلس قدامه جاء ويقول لي من انت؟ الشيخ سول التلميذ قال لي زمان منين جيت انت؟ لانه جاء من واحد البلاصه سميتها وارى، واحد القبيله، ويقول لي الا تعرفني؟ انا ابن وارى الذي جمع العلوم وحصل الفنون، وبقى تيمدح في راسو سير بقى تيتصامط ليه، ويقول لي وحدثنا بعض اصحابنا، هو يذكر مشايخ كبار قال لهم بعض اصحابنا، هاد المشايخ راه كبرنا هذاك اللي جاي عندهم اللي هو ابن الشاذكوني، تا كمل ويقول للطلبه ديالو شدوه هما شي يشدو من رجلين شي يشدو من اليدين هما يبداو تيعطيه هاك، قال لي الله سير برا، قال لي هذوك مشايخ كبار قلت لهم بعض اصحابنا، ايوا انا غنقول لهم حدثنا بعض غلمانينا، هو يجري عليه من الحرام. وذكرت لي بعض الروايات هكا يعني في هذا السلام الامام محمد ما كانش هكاك، داكشي باش الله تعالى فتح عليه العلوم، العلم الادب، والله البوابه الكبرى للعلم هي الادب، كون كيما بغيتي، كون عندك المنصب اللي بغيتي، لا اجتماعي ولا فاش تجي العلم تواضع، احضر راسك، لربما تكون انت عندك شي صفات احسن من هذاك اللي بغى يعلمك، ولكن راه احتاجتي خصو يعلمك، احضر راسك. ولهذا شوف موسى عليه السلام اللي هو نبي الله ومن اولي العزم، اش قال الخضر؟ هذا نبي الله يعني يوحى اليه، ولكن فاش احتاج لواحد العلم كان عند الخضر راه تواضع. شوف الطريقه ديال موسى عليه السلام، راه ضرب مسافه ديال الرحله في طلب العلم، عرفتي باش يضرب تنجم على البحرين، ولقى الخضر اش قال لي؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. اش قال لي موسى؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. شوف على هذه العباره ديال هل اتبعك، نتبعك، وفيها تذلل وفيها التماس وطلب واحد النوع من الادب، بل اتبعك على ان تعلمني، تعلمني. ماشي قال لي انا واش ما عرفتيش راه موسى هذا معاهم كتهضر ويبدا في لا هذا هكا الادب، يعني في طلب العلم لا بد من الادب ولا بد من الامتثال. ولهذا تيتحكى على بعض المشايخ المعاصرين انه هو ابو اسحاق الحويني حفظه الله كان زار شي مره الشيخ الالباني في بيته، وكان من درجة أن دابا الشيخ يعني تلقى بالشيخ الألباني اللي هو محدث كبير رحمة الله عليه مجدد العصر في علم الحديث، فانبهر به الشيخ الألباني مشى بغا يجيب الماكلة من البيت، فصعب نحس بحرج أن شيخ كبير جليل الشيخ الألباني شي حاجة يعني سعدات اللي جات سوق العلم شيء يعني تحفة الزمان. الشيخ أبو زهر يعني فاش شاف هذاك المنبر ما بغاش ناض بغا يعاونوه وكذا، ويدير لي الشيخ عاوني يجلس بلاصتي عاود جلس، مشى عاوتاني الشيخ قال بغا يجيب شي حاجه ابو صاحب خص بالحرج لا عاوتاني بغا يعاونو،
ويقول له جلس بلاصة، ويقول له الشيخ ابن رحمه الله الامتثال هو الأدب. أنت دابا بغيتي تقدم معايا فعلا، ولكن الامتثال أنا قلت لك جلس جلس، الامتثال هو الأدب، ولكن هو الأدب قلت لك جلس جلس. هكا العلماء كانوا مع طلبة عندنا، وكاين من العلماء المربون لما عندهم واحد الفراسة كيشوفوا الطلبة اللي كيقراو كيفاش دايرين، تيبان لي مثلا الطالب كاين واحد النوع تما تعطيه العلم غادي يكون طاغية بالعلم، سيفسد أكثر مما يصلح. ولهذا للأسف الشديد الآن ما بقاش هذا النوع من العلماء المربون، قلوا ولا العلم دابا كل شيء ياخذوا ماشي مشكل، وللأسف الشديد الناس ما خداتوش من بابهم. داك الشيء باش الناس ازدادوا بالعلم بطرا وطغيانا وكبرا وعتوا في الأرض، إلا من رحم الله جل وعلا اللي فعلا خداوا بطريقة العبودية والأدب والتواضع للناس. هادو ناس قلال جدا، والعلماء قديما راه كانوا كيشوفوا، يعني اللي شافوا فيه فعلا انه باغي يتعلم وفيه هاد النوع من الادب كيعطيو العيا، واللي شافوا فيه غادي يكون بغى يتعلم مع باش ينفخ الريش ديالو على الناس ويتكبر بالعين بل يتمول منه، كانوا كيحبسوا عليه من العلم ما يعطيوش العلم. ولهذا اللي بغى يعرف هذا الشيء رجع لواحد الترجمه ديال واحد العالم عجيب جدا اللي هو الاعمش، سليمان بن مهران الاعمش. هذا ما يمكنش اي واحد يجيب لي حد اثنين واحد ثلاثه، والله ما تشد الحديث ما مدزتي كما تنقولوا بلغتنا معين البره. اش كان داير هذا الاعمش رحمه الله عليه؟ شي مره كان عند شي حلاق كيحسن ليه، هو عسير في الروايه راه ما يعطيكش الروايه، لدرجه ذكر الامام الذهبي في الترجمه ديالو انه كان كيقول لا تنثر الضر امام الخنازير، يعني ما تشدش الضر اللؤلؤ اللي هو العلم وتلوحو قدام الخنازير، زعما اعطي العز العلم ما تعطيش اي واحد. تيقول لي حدثنا ما يعطيش، واش مره واحد الحلاق بغى يعطي شي حديث الاعمش يعطي شي حديث، لان الاعمش كيروي على بعض الصحابه درك بعض الصحابه، ولكن غالب روايته على تابعي على صحابي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دخل عند واحد الحلاق، اش دار لي ذاك الحلاق؟ حسن لي واحد الطرف صافي عرفوا بلي تشد ليه، ويقول لي راه حدثني حدثني ولا ما نكمل ليك؟ هو نوض الاعمش هكا قال لي ما خصناش مشى هكا نص محلق ونص قال لي علاش دي ليها ما عطاش الحديث، لدرجه كان حاط واحد الكلب كبير حتى الدار، وهذاك الكلب خطير اللي جاب طرب الدار تيتبعو. وتشوف لك العلماء بحال سفيان الثوري وبحال ابو شعبه، يعني شعبه بن الحجاج ابو بسطام، هادو راه محدثين كبار، وتيجيو نعم سيدي هاد الاعمش يتبعو بالكلب ويهربوا ويعاودوا يرجعوا ويهربوا، حتى تيدوز عليهم تما هذاك الكلب باش يلقاو كيفاش يدخلوا للدار. لا بغيت الحديث واحد المره، وداك الكلب جاو العلماء، جا سفيان الثوري ابو شعبه بن الحجاج كي ما سمعوا لا كلب لا والو، وما يقربوا عند الاعمش ويلقاو يعني عليه الاثر ديال البكاء وانه بقى في ذاك الكلب اللي مات، ويقول لهم مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، على ذاك الكلب. ماشي اي واحد يجي وياخذ الحديث دابا، لا دابا ماشي مشكل، حيت العاصي يقولوا قال لك العلماء حنا نديروا الناس على راه يتعلموا، اما ديك الساعه كان العلم اللي عنده العقل خصو يطلب العلم، ما يمكنش يشد اللي ما كيطلبش علاش كيدير ما عندوش شي حاجه الا العلم. وكانوا الناس في ذاك الزمان يعني بحال قلتي من تحضر بلغه الان لغه العصر دابا، باش تكون ولد الوقت ومتحضر انت راك مساير وكذا خصك يكون عندك علم شرعي. ولهذا الخلفاء كانوا كيطلبوا العلم وعندهم الحديث، كتلقى هارون الرشيد وولادو وقبل منهم وكذا ما كاين لا حدثنا اخبارنا، وتيجلسوا العلماء ويديروا معاهم الليالي في المصابره في العلم. الان لا، يعني تبدل العلم بشي امور اخرى اللي للاسف الشديد. يعني واحد مستغرب انا اللي ما تيتفرجش في الكره في يدي حتى يحبها، يعني تيحب كره القدم. قال لك يروي ابو بكر بن زنجويه يقول قدمت مصر فاتيت احمد بن صالح فسالني من اين انت؟ قلت من بغداد. قال أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟ قلت أنا من أصحابه. قال
تكتب لي موضع منزلك فإني أريد أن أوافي العراق حتى تجمع بيني وبين أحمد بن حنبل. فكتبت له فوافى إلى عفان. عفان هذا واحد العالم هو شيخ الإمام أحمد اسمه عفان بن المسلم الصفار، هو من مشايخ تروي عليه الإمام أحمد بزاف، وهذا هو من الناس اللي تبتلوا في الفتنة ديال خلق القرآن وتمتحنوا لكن ما مستجبش، حيت الفتنة قليل الناس اللي هي ما استجبات، ان القاضي ولا تاع المناصب اللي كان في القضاء وقال القرآن كلام الله غير مخلوق يتعزل من القضاء، ما يطلعش فوق المنبر الصاد تزكية، ما يطلع فوق منبر ما يدير دروس ما يحدث، انتهى الموضوع خاص يقول هاد الهضرة. توابيت ديك الساعة كان من التوابيت، بل من أثبت التوابيت ديك الساعة في عهد المأمون وغيره ومن وراء المعتصم، خاصك تقول القرآن مخلوق. اللي قال القرآن غير مخلوق إما كيتحبس تيتسجن بحال الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وغيرهم من العلماء اللي تسجنوا، واحد اسمه محمد عبيد الله القواريري هذا من مشايخ الإمام مسلم، وهذا كان هو من فقران ديال الإمام أحمد. وكانت وقعت لي واحد القصة غريبة في عالم هذا القواريري، واحد القصة نذكرها باختصار وقعت لي. شنو هي؟ شي مرة مسكين جا عنده الضيف، باش تعرفوا العلماء الربانيون ديك الساعة راه ما كانوش كيتساهلوا في أمور الصلاة ولا الصلاة، كانوا جا عنده الضيف وحلا عطلوا شي شوية تزاكل على صلاة العشاء، مشى تيجري للجامع من الحداد قال الناس سلموا وي بقات فيه الضيف، مشى عاوتاني جا لواحد الجامع قريب لقاهم تما عليك السلام قاهم تما سلموا. احنا في نقيس كيما يطبقوا مع ولدو، يعني كان الاثر تيطبق ما عندوش حاجه مثلا كما ذكرنا ديك المره الحجامه هي الاخرى، فاش قال الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند طيبه ذاك العبد اللي كان مملوك فاعطاه اجره، الامام احمد قرا الحديث هو ديك الساعه قال الحجام حجمني ويعطيه اجره، طبق الحديث. اي حديث في الامام احمد الا وكيطبق. وانا تنستغرب انا فاش تنقرا في المسند وغادي معاه بغيت زعما ندير هذه المحاولات، تانا داخل بالصدر قلت زعما انا الحديث اللي شفتو نطبقو لا علاقه. ويلا ضرب دابا 8 المجلدات ما بالك شوف شحال باقي، تقريبا مؤسسه الرساله فيها 50 مجلد في المسند 30 الف حديث هذا اللي في المسند يعني، اما هو راه كان تيحفظ 1000 1000 وكان كيطبقها، يعني شي حاجه غريبه عجيبه. شحال يقول شيء مدن؟ المهم باختصار فائدة اللي بغيت نوصل لها، حيت ماشي حنا الهم ديالنا هو خصنا نبقاو نقراو، حنا بغيت كل واحد يحاول يبحث على ترجمة هذا الإمام يقراها. الله الحمد لله دابا الأدوات باش الإنسان ممكن يقرا، الإنترنت تيليشارجيك بي دي إيفات مثلا مناقب الإمام أحمد موجود ديال ابن الجوزي، وسير ودوز لهاد الأبواب وقراها بشوية عليك وخاطرك أنت مرتاح وتأمل. والهدف عندنا هو التشبه بهؤلاء الرجال، الهدف عندنا هو بغينا نشوفوا نماذج في الأمة ديالنا، عباد سهاد نساك، الناس كتصوم فعلا، الناس كتقوم الليل، الناس كتصدق، ناس راضي داكشي اللي قسم الله ولا تتطلع، ناس ماشي حنا بناء أئمة عارفين العلم، لا ديك الساعة ما كانش هادشي، كان الإمام ما هو في العلم، ولكن سمع كانوا أئمة في الورع، أئمة في الزهد، أئمة في الصيام، أئمة في العبادة، أئمة في بزاف أمور، بغينا حنا هذا النوع من الناس اللي فعلا يكونوا نماذج، وخصوصا في هذا الزمان، لأن هذا الزمن الهضرة كثيرة ولكن العمل هو الإشكال. إذا فإن باغي لكل منا أن يشتغل على نفسه، راه والله ما كاين اللي يهلكنا حنا وخرج علينا قد نفس الأمارة والسوء التي بين جنبينا.
رأى خطرها كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من شرها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم قيني شر نفسي، وكان يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. فهذا الناس والله اللي كتشوج علينا، ما خليناش نركزوا، ما تخليكش دابا انت الله باغي تركز شي لحظه، تجلس تشوف احوالك مع الله سبحانه وتعالى وفين غادي، واش درتي، واش غتلقى الله فين، وثم بعد ذلك شكون تالين غتشوج عليك. ديك الساعه تذكرك بشي حاجه شهوه ديال الدنيا باش تصرفك ليها، وما تخليكش تركز عاد باش تركز وتجلس مع راسك، ما تخليك. ويبقى يدور بك الايام، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى ترتطم بحاقط الموت وتلقى راسك يعني باقي ما صلحتيش نفسك. والله انا كنقول الاخوان اللي بغى يعيش الطريق المستقيم ضروري يجلس مع نفسه، مع نفسه وحده ما كاينش. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. صح، جلس بوحدك ولا انت واحد حنين وجلس وشوف راسك فين غادي، وشوف هادشي واش مخرجش ولا مخرجش. هاد العبادة اللي كدير واش من عبادة؟ صلوات كيدايرين أحوالك مع الله، واش فين عايش؟ عندك لحظات تتناجي وكتتضرع وكتسأل بتملق وبكاء وأنين، واش عندك قسط في الليل شي بركة، واش عندك شي قسط كتصدق معاه في التحت اش كدير، واش عندك شي أحوال يوم القيامة تلقاها، وهكذا. يعني كل واحد فينا يحاول يصلح أحواله مع الله تبارك وتعالى، واقتدي بهذه الأئمة الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا، ونكتفي بهذا القدر، ونمشي ونصلي صلاة العشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صافي فاتوا صلاة العشاء، أجداد، ويرجع ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة. ويقول دابا أنا مشات لي 27 درجة، أش غندير؟ قال غنصلي 27 عشاء. شوف الطريقة، قال باش ندرك الناس اللي صلوا في الجماعة، فعلا رجع للدار ويتعزم 27 عشاء. اللي صلى صافي طاح نعس. أش غيحلم مسكين؟ حلم راسو راك في واحد العود، وغادي تيجري وقدامو شي عودان سابقينو، هو تينغزل لك العود سير 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 باش يدرك هذاك الموكب ديال الفرسان. يحاول باش يدركهم ويتلف في شي واحد صاب ودار ليه هون على نفسك انك لن تدرك انا انك لم تصلي العشاء في جماعه. لا ما غاديش تستكمل احنا فتناك يعني شوف كيفاش قلنا العلماء ما كانوش كيتزاكلوا مع الصلوات الخمس. فهاد عفاف بن مسلم السفار كان مجوز اكثر من امراه، يعني ممكن ما عرفش بالضبط واش ثلاثه النساء ولا اكثر. المهم راه عنده جيش ديال الاولاد، وعنده واحد الدار يعني الدوله ديالو بوحدو، وكان من المحدثين، وكان ديك الساعه الخليفه ديال لي ماندا تعطيها ليه. اش غوقع فجات الفتنه ديال خلق القران، تيصيفطوا دوك العمال ديالهم تيمشي عند العالم تيقول اش كنقول في القران مخلوق ولا لا؟ الا قال لي القران مخلوق تيخليه صح، انت ديالنا ماندا ديالك مبرع مع راسك. قال لي القران كلام الله غير مخلوق، تيجي الابتلاء، اما كيحبسوه اما كيتسجن اما كيتحيد من القضاء اذا كان في القضاء، ولا المهم ابتلاء. فهاد عفان بن مسلم الصفار مشى عند مشوار دق عليه السلام، قال لي اش كتقول في القران؟ واش مخلوق؟ واش هو فيه؟ ويقول لي قل هو الله احد مخلوق. ما زعما ما حشمت واش تقول هاد الهضره. ويقول لي هو كلام الله، قلت لي عقيده السلف. صافي مشى وصلى تحبسات عليه الماضة، وهذيك الماضة واش تقريبا لا ما اذكر شي 20,000 درهم او دينار او بحالها كانت تجي. تصور اش غيوقع عليه، يعني هو محدث اش غيدير؟ ما عندوش شي صناعي يخرج ولا يبيع ويشري. صافي السيد كبير عنده جيش ديال الناس وتحبسات عليه ماضة، ولكن الناس ما كانش كيقولوا كي ندير ولا كيما تيقولوا بزاف ديال الناس دابا كي ندير. انا خصني ندير البيدعة انا باش ناكل الخبز، تاكل الخبز من البدعة. سبحان الله العلي العظيم. شوف دابا هذا قلت لك انا ماشي عنده ثلاثة دراهم ولا أربعة ولا، انا ما ذكرتش الترجمة ديالو بالضبط، ولا جا الله وقفت عليها نعاود نشوف. راه يعني
ما شاء الله ديال الناس اللي كيعول، ومع ذلك ما فجت القضيه ديال العقيده والسنه والبدعه. لا حباس دابا غيتحبس. واش غنوقع عليه سبحانك العظيم؟ ديك الساعات في الليل جا دق واحد خرج عنده سلام سلام، قال لي هاد السيد جا تاجر تيبيع الزيت لاباس عليه زيات. قال ليه واحد لمنه غتولي تجيك شهريا بديك لمنه كان تيعطي الخليفه. قال لي دي ديالك ما تضربش ليها الحسبه. صافي ونعس مرتاح راه حيت ربي بغا يشوف كاش بيدي الله بغا يحرجك ما يحرجكش ما غيضيقش عليك، بالعكس بغا يشوف قلبك كيداير انت واش فعلا تثبت ام لا، وغيمكن ليك. وعلى الشافعي لما سئل اشنو الافضل ان يبتلى المرء او يمكن له، شكون الافضل تبتلى ولا الله يمكن ليه؟ ويقول الشافعي ولا يمكن له حتى يبتلى. ما يمكنش يمكن لك الله لما دزتي منه. علاش بشر الحافي اش قال على الامام احمد؟ فجات الفتنه وشدوه مسكين تسجن، الامام احمد ضعيف ديال المتوفى اربعة سنين سلو غادي جارينو تمار الكحله دازت عليه رحمه الله عليه. مشاو عند بشر الحافي هذا هو من العباد اللي عندهم الناس كانوا كيف تسنطوا ليه وكان ايمان في العباده. قالوا لي ما نتكلم الامام احمد راه شدوه هضر ويقول لهم اتريدوني ان اقوم مقام الانبياء؟ قال لهم انا ما نقدش انا على هذا الشيء ويسكت. هذا بشر الحافي هذا قال لهم في السؤال الامام احمد قال لهم ذاك رجل ادخل الكير فخرج ذهبا احمر. بحال شي تخشى في الفران وخرج ذهب احمر. اذا بالابتلاء، الابتلاء هو اللي يعني رفع شأنه. هو الحمد لله الإمام أحمد رفع الله شأنه قبل ذلك بما يعني وصل الناس من علمه ومن زهده ومن ورعه كذا، يعني ذاع صيته وشهرته قبل أن يمتحن. أما فج الامتحان الابتلاء وثبت وصمد راه ولا تيعيش شي أحوال ما ينطلع بها، يعني شي أمور اللي تقراها في الترجمة تستغرب لدرجة الناس في خراسان كانوا تيقولوا واش الامام احمد بشر ولا من الملائكه؟ كانوا بعض الناس يسحبوهم من الملائكه تيسمعوا الامام احمد بن حنبل تيقولوا تيتصوروا بحال شي حاجه ماشي بشر، شي حاجه غريبه ماشي يعني. نسال الله تبارك وتعالى يصلح احوالنا. انا تنقول لكم هاد الائمه هاد الجاو جاو ولاد الزمن يشوفونا انا ما لا تنحشم. بعض المرات تنكون نقرا في الترجمه ديال بحال هاد الائمه كنحس بواحد الخجل، خجل يعتريني يعني لو ما كتخاف الله يسخط عليك ما باقيش تهضر كاع ما تكلمش. ايه تمشي دير في راسك واصلح راسك وحوالك ونفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى وصدق واخلاص وخص وانت قطع اشواط عاد الى. ولكن فاش بحالي دابا انا كيتكلموا في هذا الزمان انا راه زمان سوء راه الحاضر. الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر شيء من زهد هذا الإمام رحمة الله عليه. ذكر ابن الجوزي بسنده إلى سليمان بن الأشعث يقول: ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. ما جاءت ما رأيت ماشي زعما في شي نهار ولا في السيمانة ولا في شي شهر، من نهار عرفو ما عمرو جبد لي شي حاجة ديال الدنيا قط. قال أبو حفص عمر بن سليمان قال: صليت مع أحمد بن حنبل التراويح وكان يصلي به ابن عمير، فلما أوتر رفع يديه إلى ثدييه وما سمعنا من دعائه شيئا ولا من كان في المسجد، وكان فيه سراج على الدرجة لم يكن فيه قنديل ولا حصير ولا خلوق. شوف الأئمة في مثال الظروف، احنا الفرفارات والكليماتيزور والموكير مع المسيدي، سمع ما كاين لا ضوء لا حصيرة لا خلوق لا صافي، الناس تصلي وتتضرع الله تبارك وتعالى. انا بالك انت نهيئ جميع الظروف ها العام نصلي. قال هذا ابراهيم يقول: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل، قلت: هو إمام؟ قال: إي والله إن أحمد صبر على الفقر 70 سنة. 70 عام وصبر على الفقر. قال صالح، هو أبو الفضل ولد اللي دار الكتاب اللي تكلمنا عليه في الحصة اللي قال صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: بلغني أن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار. حيت دابا واحد القضية كانت عند الإمام أحمد ما تيقبلش، لدرجة تيجي شي واحد برا جا ولدو لقى عنده تحت الحصيرة تحت البلاصة فين تيجلس واحد الفروة من اللابات تيسميوه قديمة بكثرة ما تيجلس عليها الإمام أحمد دابت وتيجلس فوقها. المهم جا ولدو جبد من تحت منه واحد الكاغد، راه هو الكاغد نيت عندنا باللغه ديالنا، هذه لغه فارسيه. اش مكتوب عليه؟ مكتوب عليه ان شي واحد صيفط الامام احمد قال له: شوف انا راه مصيفط لك واحد المبلغ كبير، خذو عاون به راسك وليداتك، وراه باش نزيد نصفي لك، راه ماشي من نبيع وشرا باش ما تشكش، راه دعاه ولدتو به من الحلال 100%. وجا لي جا يعني ولدو صالح قال لي يعني ما كانوا عايش واحد الفقر شديد، قال لي علاش ما قلتيش؟ قال لي لا، وعاود كتب لهذاك السيد قال لي: نحن في عافيه ولله الحمد ما محتاجينش. وعاود صيفط لي ثاني وعاود كتب لي نفس الجواب: نحن في عافيه. لدرجه تيجي عند واحد الدار تيدق على الامام احمد تيقول لي هاك واحد الامانه، تيقول لي لا، تيقول لك واحد الامانه، تيبقى يحكر عليه تيدخل ويسد عليه الباب ويخليه. عز الناس ها الائمه الكبار. ماشي حنا دابا ولينا هذا نقرضوا قضيتنا. وقال لي واحد المره الامام احمد قالها لولده، قال لي كون خديناها غادي ناكلوها، ومشات. قال لي واحد صبرنا عليها شي بقى والو، ولكن الله تعالى يرفع هؤلاء الائمه، هادو هما اللي يعززوا العلم، حيت بحال هادو ما يمكنش انت تدلو، اش بيدير ليه؟ الا نقولوا انت عندك الملايين المليار، اش بيدير لهذا؟ ما بغاش هذاك الشيء، عطاه ليه سير كولو. في حين الان ممكن تلقى انسان عنده علم ويذل العلم، ذاك العلم تيدلو ويتملق لهذا ويتملق لهذا وياخذ من هذا ومن هذا، فين هادشي؟ واش يعني كما قلت قبيلا راه الناس اللي كانت كتربي ما راعاتش هاد الامور هذه، ولكن الائمه القدامى رحمه الله عليهم كانوا في واحد المستوى اللي عالي جدا. ويقول ليه دابا بحال قلتي ولدو، غيقول ليه زمان العلماء تيشدوا ما فيها باس، وشرعا راه ما فيها باس، ولكن الامام احمد كان عنده فلسفه اخرى في هذا الامر هذا. قال له احمد الدورقي: اعطي 1000 دينار. اش قال ليه؟ فقال: يا بني ورزق ربك خير وابقى. يا وليدي خذ 1000 دينار راه رزق ديال الله، اللي باقي خازن لينا راه خير من داك الشيء وابقى. وذكرت له ابن ابي شيبه وعبد الاعلى
ومن قدم به قدم به الى العسكري من المحدثين فقال انما كانت اياما قلائل ثم تلاحقوا وما نحلوا منها بكثير شيء. وذكر عنده يوما رجل فقال يا بني الفائز من فاز غدا ولم يكن لاحد عنده تابعة. يرى ايام قلائل الناس تستمتع من بعد الموت وانتهى الموضوع. اللهم الانسان يصبر الايام قلائل وما ياخذش. كانت مرت الامام محمد اللي يموت صالح كانت تتغزل وكتبيع هذاك المنتوج ديالها وكانوا كيتعاونوا بها. قال صالح ودخل ابي يوما الى منزلي وقد غيرنا سقفا لنا فدعاني ثم املى عليه فقال. دابا الامام احمد دخل عنده ولده الدار لقى بدل السقف ويجي لي الحديث. حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمه عن يونس عن الحسن قال قدم الاحنف بن قيس من سفر. بالمناسبه الامام احمد ما كانش يهضر ما يجينيش يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال شي صحابي. اما كان حدثنا اخبرنا هذا الرجل حدثنا فلان اخبرنا فلان عن فلان ويجي لك الحديث. يقدر مساله واحده نهضروا فيها مثلا يجلس معك 30 حديث فيها حدثنا اخبرنا لك الدور. راه مولك في الاحاديث راه كانوا ناس راه ما شاء الله. تصور دابا انتم تصوروا هذا النوع ديال الناس كيفاش دايرين حافظ مليون حديث ألف ألف ديال حدثنا اخبرنا وما كاينش شي حاجه كتدخل في شي حاجه ولا شي حاجه تلف لي مع شي حاجه وهاد الألف ألف كامله خدام بها مطبقه. كيدير هذا البشر كيدير هذا الروح هذا الروح كيدير. كانوا كيجيو عندو ناس ديك الساعة كانوا الزهاد تيسميوهم الأبدال عند الصوفية ناس اللي صافي طلقوا الدنيا تيلبسوا داك الفرو شي لباس ثقيل والشمس وما بغاو ما لا زواج لا ماكلة لا شراب عا دالعين. هاد النوع ديال الناس ما كان تيهضر كاع العلماء تيقول لك هذوك ما يهضر لك مع ولكن الإمام أحمد كانوا تيجيو عندو تيتحضروا تيحتارموا ويقبلوا ليه الراس كان عندهم شي حاجة ماشي عادية. كان شي واحد تصور شي واحد كيجي مسافه بعيده تيجي يطبق على الامام محمد تيشوف فيه العلامات ديال هما دوك اللي كانوا يعني تيسميهم الابدال في ذاك الوقت سهاد صافي طلقين اثنين. تيجي عند الامام تيسلم عليه تيقول لي شوف راه جيت مسافه الوف كيلومترات نيه وحده اللي عندنا اش داخل هنا لبغداد بغاش نسلم عليك ونمشي على الامام وتيسلم عليه وتيجي. الامام تيقول لي انا راه ما عندي ما نعطيه. واحد المره دخل جا لواحد ربعه الرغيف قال لي ربعه رغيف اللي عندي هما تقبلهم مني ولكن الزاهد قال لي ايسرك ان اخذ؟ قال لي يسرني واش دا راه في الطابويز. وكان ديما الامام احمد تيذكر هذا النوع هذا كان معتز عليه يعني عندهم عالم ديالهم. فويجيب لي الحديث قال قدم الاحنف بن قيس من صفر وقد غيروا صف بيته حمروا شقاء وخضروها. قال فقالوا له أما ترى إلى سقف بيتي؟ فقال معذرة إليكم إني لم أره لا أدخله حتى تغيروا. قال لهم الله لا أدخل فيه تبدلوا لك البيت يلا.